مريض شويه شويه راني نحس روحي انا نورمال صافي بريسك واحد الكاجو لا سان جوغ حتى نغير الفوعان الدنيا مو زعما البارح نمت واحد النوم زعما حاقوا فيا كلاب كحل ودير الفوعة كحل هذا شو طرف تخيل تلمح حتى في خرجت فواحد الدورة فيها الضو وتركت اسمها تسمع بعض اختي قلت لها تما قلت لي روح انا رقيق عمل راه فيها الخير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مؤمنة وتقي يا ربي تقي يا ربي الحمد لله وكل الحمد لله لا اول مره تجي هنا ولا مرحبا بك مرحبا بك عبالك ما ماشي غير باش نفوت ماشي كنت راك تزير ضحيتنا لعدد اليوم السيدة سمعان طبيبة من ولاية سيدي بلعباس وكما معروف عن الأطباء إنهم بزاف واقعيين وعلميين في تخمامهم ومن غير الطب ما يستعرفوا لا بالجن ولا بالعالم تاعو وعليها اليوم تفاهمنا مع صديق إبراهيم يقنعها ويجيبها حتى لعندنا اسمعان غير دخلت لقات المريضة تبكي بصح تبان على القعدة تاعها راهي مرتاحة أنا دخلت برانية سكتي زبروية ما عرفها سكتي زبروية هاي سكتي سكتي هاي سمعي هاي سمعي ما عرفها كل الله سمع اسمها هاي سمعي اسمها شو اسمها هاي هاتيها اسمها اسمعان يبان قلبها حنين وقيل شفتها المريضة وأثرت فيها ما شفت حاجة كيما خليتني نجي في سنين
غادي نوصل ليه ليه وين طالع ليه ماشي صحيح ما تخافيش يا سماهان، ما راحش تقعدي بروحك، الجن راح يونسك شوية. يا عالم اللي من راهي تعيط اسمهان في التليفون وقيل للنجدة. Thank you.
ما مش من حاجه لي. وين بداك الخوف؟ وين بديتي صح تخاف؟ لا لا بروميير فوا ما خفتش، بصح من بعد من كنت نشوف الصوالح يطيحوا جاتني بيزار، كنت نقول بالك سيتي ان كوفي باغ مول الاخ هذا شنفاره بالك يدير بالعاني لي كول الشعب باش يجو سوا ديزون كاين جن وكاين هاد عاود كانت نقرا في القران في قلبي اللهم لا اله الا هو، كانت نقرا في آية الكرسي التالية اللي جاتني بيزار مي شفت لا شيز قلت بوسيبل سي حاجة تاع سي الكترونيك ولا راها كيبوش صافي التالية سيري صاي خفت فرانشمون مي شفت الباب مبلع وهذا و سي سيغ كاين جن هذاك المومون تاع اللي خفتي واش كنت مخليه واش جاك في راسي لا لا والله مانيش عارف جي بيردي لا ميموار دروك باش هكا شو كنت نخمم كنت نحوس نهرس عادي ما نكذبش عليك لا لا فينيتر شي سي دو بلاسي سي بلاسي شي سي بلاسي زكتم كنت نحوس نخرج باسكو سي بيزار واحد يبلع الباب ويروح ما عليك يافي دو موند كون شو فوني يافي دو موند دروك كاين حتى واحد ما يسمعني كومام سي بيزار بصح في التالي ما نكذبش عليك رجعني داك الرعب هذاك صافت لكم صح رمضان لكم راكم حكمتوا لي مي با 100% لا لا ايه يا سماهان ما لقيت الطب يستعرف غير بالمنطق والعقل بصح احنا اليوم نقولوا لك ما كاش منطق في عالم الجن والعقل قدرة النهار تغيبه لك فرا نحكمناك